بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. في البداية بقدم خالص التعازي لأسر الشهداء والضحايا إثر الحادث الأليم اللي حدث منذ ساعات في محطة مصر. ربنا يتغمدهم بواسع رحمته ويعني يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وربنا يشفي مصابي الحادث يعني شفاء يا رب لا يغادره سقما. وانا بعتذر بس عن يعني اللبس الالوان الزاهية، انا كنت هنا من الصبح بدري في مدينة الانتاج الاعلامي والحقيقة ما كنتش لسه يعني عرفت الخبر. انا بقدم التعازي مرة اخرى. النهاردة كنا محضرين الحقيقة حلقة هنسمع فيها حكاية من نوع خاص، حكاية حب اب لبنته، بس هو مش اي اب ولا هي اي بنت، هو اعظم الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وهي ابنته المحببه والاقرب لقلبه فاطمه الزهراء رضي الله عنها. كانت السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها هي من حازت على اوسع مكان في قلب ابيها رسول الله عليه الصلاه والسلام. احنا قرينا في السنه ولمسنا ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان بيحبها حب غير كل الحب اللي يعني تعودنا عليه، كان الحب ممزوج بالاحترام والتعظيم، وكان دائم الثناء عليها وعلى ذكر محاسنها ومزاياها وفضائلها. يا ترى ليه؟ ايه اللي فيها من فضائل خلت الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يحبها كل هذا الحب؟ ايه هي المواقف اللي جمعتهم واللي بتبين خصوصيه العلاقه دي؟ وايه يعني موقفه من سيدنا علي بن أبي طالب لما أراد أنه يتزوج على فاطمة الزهراء؟ فضلت الشيخ أحمد الصباغ، أنا عارفة أن حضرتك عندك من الحكايات الرائعة عن العلاقة السامية الرائعة دي اللي هتخليني كل أذن صاغي. ربنا يبارك في حضرتك يا أستاذة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب. وبؤكد على كلام حضرتك، تعازينا لأهل الضحايا وأهل وأصحاب الإصابات، أسأل الله أن يتقبل الضحايا في الشهداء، آمين، وأن يلهم أهليهم وزويهم الصبر والسلوان، آمين، وأن يتم الشفاء والعافية على المصابين بفضله وسبحانه وتعالى. ولكن بقول أنهم لن يتركوا من عمرهم ثانية واحدة، وهذا قدرهم، آمين، تقبلهم الله من الشهداء بإذن الله تعالى، آمين يا رب. أتكلم النهاردة بقى زي ما تفضلت حضرتك، وبأبدي سعادتي أنني مع حضرتك، يعني الله يكرم، والله شرف لنا. هنتكلم، والله أنا مش عارف أبدأ الحديث منين، مع حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، لأنها حبيبة قلب حبيبي، الحبيبة بنت الحبيب، الحبيبة بنت الحبيب، أديبة الأدباء، فصيحة الفصحاء، بليغة الخطباء، السيدة فاطمة الزهراء. هي بنت من؟ بنت الحبيب. هي زوج من؟ زوج سيدي علي رضي الله عنه، ابن عم النبي ورابع الخلفاء الراشدين. هي أم من؟ أم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنه. بص، احنا كنا اتكلمنا في حلقة ماضية عن البنات، النهاردة برضه بنتمم الكلام وبقول البيت اللي فيه بنت فيه رحمة، البيت اللي فيه بنت بيتنزل عليه اللطف من عند الله سبحانه وتعالى. شوف، البنت تحب أن تتدلل، تتدلع، تسمع كلمة طيبة حضرتك اسقيها حنان، لأنك لا تدري في زمنها القادم ماذا سيحدث، ما تعرفش جوزها هيبقى مين، ولادها يعملوا فيها ايه. فالصح ان كل اب يسقي ابنته جرعة حنان كافية حتى تكون هذه الجرعة يعني رصيد لها في الايام القادمة. شوف سيدنا النبي يا استاذتنا سريعا كده، السيدة فاطمة ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، قبل النبي ما يبقى نبي بكام؟ خمس سنين. امها سيدة نساء العالمين، انت عايزه ايه بقى؟ ابوها سيدنا النبي. طب حد ابو سيدنا النبي وامها سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد، ولدت قبل البعثة بخمس سنوات اعزكم الله، تزوجت سيدنا علي وهي بنت 18 سنة، ماتت وهي عارفه عندها كام يا استاذه؟ نحسبها كده سريعا، حاجه كانت مفاجاه بصراحه. يعني اتولدت قبل البعثه بخمس سنين يا استاذ دعاء، وقعدت في الخمس سنين والبعثه نزلت على الرسول بقى نبي، يعني قعد النبي في مكه 13 سنه، 13 و5 18 سنه، وبعدين انتقلت، ماتت سنه 11 هجريه، 11 و18 29 سنة، 29 يعني ماتت وعندها 29 سنة. عارفة قعدت مع سيدنا علي كم سنة تقريبا؟ حوالي 10 سنين أو يقل في الزواج كله، في الزواج كله. وكانت أول آل بيت النبي لحب، صحيح، وكان سيدنا النبي يلقبها بأم أبيها. يعني إيه أم أبيها يا أستاذ؟ السيدة فاطمة كانت اتنين في واحد، كانت إيه؟ اتنين في واحد، كانت بنت وأم. ليه بقى؟ لأن هي شالت الحمل من بدري قوي،
شالت الثقل من صغرها، يعني ما شافتش بعد وفاة أمها، بعد وفاة أمها خديجة انكشفت الدنيا ببيت النبي، والنبي دخل في 50 سنة ولم يتزوج إلا بعد الهجرة أعزكم الله. فقامت هي مقام الزوجة والأم. فكانت تغسل للنبي، تطبخ للنبي، وتدافع عن النبي، وتداوي جروح. كانت أكبر إخواتها، كانت أصغر إخواتها، أصغر إخواتها غير إبراهيم اللي جه في الآخر بقى من مريم القبطية. طبعا دي كان آخر العنقود، يعني أم كلثوم ورقية كل دول قبلها. قبلها نقولهم بالترتيب سريعا. كانت زينب، رقية الأول، القاسم وعبد الله وإبراهيم دول الصبيان. وبعد كده زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ففاطمة كانت الإيه، وبعد فاطمة كانت نور عين أبيها، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله، شوف الجمال. دي رسالة لكل أب ولكل أم عندهم بنت. بقول لهم يا بختكم، يا هناكم، يا سعدكم. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل السيدة فاطمة ويقول لها، أنت عارف يا أستاذة يدلعها، عارف يدلعها، يقول لها إيه؟ يقول لها يا فاطمة إنما أنت ريحانة أشمها. انت الورده اللي في حياتي، انت الزهره الجميله اللي في حياتي. ادي واحده. اتنين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فاطمه، بقول لك البنت تحب الكلام الجميل من ابوها. حنن على بنتك، طبطب عليها، خدها في حضنك، احتويها. وصدق اللي قال فعلا يا استاذه دعاء، مش عارف انت معايا في الكلام ده ولا ايه، البنت حبيبه ايه؟ ابوها طبعا. فعلا هي هو فعلا. وبرده فكره ان هي اصغر البنات، ايوه بالزبط. انها بتبقى الاقرب فعلا، شافت كتير. الصغيره دايما بتبقى يعني الاب بيحن يعني عليها، يعني صغيره أكتر. وبنت صحيح بيحن عليها اكتر، انه بيبقى كبر في السن ودي نعم. ودي نعم. صغيره، فطبيعي. يعني انا كنت بقول اشمعنى السيده فاطمه اللي الرسول اختصها عليه الصلاه والسلام، اختصها بكل هذا هي الحب. عشان كانت الصغيره وهي الوحيده اللي عاشت للرسول. هي الوحيده اللي خدت فتره مع النبي صلى الله عليه وسلم. لان كل اخواتها يعني ماتوا على حياه عينها، ووالدتها ماتت على حياه عينها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فاطمه ريحانه اشمها، وكان يقول فاطمه بضعه مني، بضعه يعني جزء مني. أيوه. بالمصري بتاعنا حته مني. فاطمه بضعه مني، يؤذيني ما يؤذيها الله، ويغضبني ما يغضبها، ويسرني ما يسرها. وقال لها سيدنا النبي في حديث جميل قوي، يا فاطمة ألا تعلمي أن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. الله فوق 7 سماوات، يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. وسيدنا النبي قال لنا حسبك من نساء العالمين 4: آسية زوج فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. بنت الزهرة. ويقول كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4. برضو آسية زوج فرعون، مريم بنت عمران، يكمل خديجة. يكمل يعني يكمل يكمل باللام. يكمل من الكمال. وده لا يقصد به الكمال الديني أو الكمال العقلي. لا، دول كان لهم ميزات خاصة. مريم يعني بنت عمران، الستات الكاملات، الكوامل، الكاملات. مريم بنت مريم بنت عمران. شوف سيدنا النبي حط مريم فين؟ آسيه، آسيه زوج فرعون اللي هي ربة سيدنا موسى، ايوه، في عامل مشترك. وخديجه بنت خويلد، وفاطمه بنت محمد. الله، الاربعه دول يا استاذه في عامل مشترك بينهم، عارفه إيه؟ النبوه. ان مريم هي اللي كانت في دار سيدنا عيسى، صحيح، سند سيدنا عيسى. وآسيه طب هي اللي ربت سيدنا موسى، صحيح. طب وخديجه زوجة سيدنا محمد، سيدنا محمد. ها، كان لها فضل كبير. واللي جت كملت مسيرتها مين؟ فاطمة. كملت الحديث بقى، انت عارفة. طب عائشة فين حبيبتك؟ نور عينك فين يا رسول الله؟ قال بعد ما قال الأربعة دول، قال وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. السريد نوع من الطعام كان غالي قوي، باهظ الثمن. فانا بقول لهم لا، دي ما تتحطش في مقارنه مع حد. سيدة عائشة، خليني اخد الاتصالات ونرجع. برضو عايز اسال حضرتك على واقع طلاقها من سيدنا علي بن ابي طالب، او زواجها بقى. زواجه هو كان عايز يتزوج عليه. طيب ام توفيق، الو، ام توفيق معانا؟ طيب معانا اتصال تاني. طيب هو سيدنا علي بن ابي طالب كان بيحبها حبا جما. ليه كان عايز يتجوز عليها؟ لدرجه ان الصحابه كانوا بيتسابقوا مين فيهم ياخد فاطمه. خدي بالك، ابو بكر كان نفسه يتجوزها، تصوري الكلام ده. وعمر، سيدنا عمر كان نفسه يتجوزها. سيدنا ابو بكر كان يسلط على النبي بنته عائشه، يا عائشه لما يجي النبي كده في ساعه رضاه فكري كده ان انا بقى يعني. فستين عائشه قالت له يا رسول الله ان ابا بكر يذكر فاطمه ويقول إنها صوامة بالنهار، قوامة بالليل، تحمل القرآن. فسيدنا النبي قال لها يا عائشة، اسمع الكلام الجميل، إن أمر فاطمة بيد ربها. الأمر بإيد إيه؟ رب، مش بإيد أنا. حفصة تاني يوم عمر يقول لها روحي بقى اسبقي عائشة، أنا عايز أخدها، أنا عايزين يفوزوا
بيناسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له فاطمة إن فاطمة قوامة بالنهار بالليل، صوامة بالنهار، حافظة للقرآن. قال لها إن فاطمة يا حفصة أمرها بيد ربها. فين بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال لهم أيها الناس إن جبريل نزل علي وأمرني بأمر ربي أن أزوج فاطمة لعلي بن أبي طالب. فتزوج سيدنا علي ستنا فاطمة. ودي رسالة بقى يا أستاذة، اتهيلي هم كانوا مناسبين لبعض في السن جدا. ستنا عائشة ستنا فاطمة كان عندها 18 سنة، سيدنا علي عنده 21 سنة. خدي بال حضرتك 18 21 وكانوا بيموتوا ببعض، بس سيدنا علي كان يستحي أن يطلب يدها من رسول الله. تزوجوا وكان زواج مبارك جدا وكان زواج يسر جدا. اتفضل. طيب اخد اول اتصال بقى. رشا. ايوه اهلا بحضرتك، اتفضلي. استاذة دعاء معايا، انا عندي شكوى لو سمحت. اتفضلي. دلوقتي انا والدي كفيف ووالدتي ست كبيرة وعندها 60 سنة. ايوه. وبعدين احنا بنينا شقة في بيت جدي جايلنا 96,000 جنيه غرامة عليها، وكل شهر مطلوب من والدتي 24,000 جنيه عشان تدفعهم. طب انا الحقيقة وهي يا كده يا تتحبس. بص وكل اللي دخل لهم 1,500 معاش. بص يا مدام رشا، يعني انا الحقيقة يعني مش عارفة يعني احقق ازاي في الواقع اللي حضرتك بتحكيها لي دي. دي محتاجة جهات معنية هيك تروحي تتقدمي ليهم بشكوى، انما انا كبرنامج ديني ومعايا شيخ فاضل بيرد على اسئلة الفتاوى مش هعرف ارد على حضرتك في سؤالك ده بالتحديد. وبعدين ايه اللي حصل؟ عايز اعرف ده هيتجوز عليها ليه؟ عريسنا سيدنا علي، عروستنا سيدنا ستنا فاطمه رضي الله عنها. أيوة. عارفه القضيه بقى، نقول بسرعه ونقول اتجوز عليها ليه؟ نقول بسرعه. ماشي. سيدنا علي كان لا يملك من الدنيا شيء. فلما تقدم وسيدنا النبي زوجه لفاطمه بامر من الله سبحانه وتعالى، لان بيت النبوه ده ماشي بامر الله سبحانه وتعالى. أيوة. فسيدنا علي قال لي يا رسول الله لما معي مهر امهر به فاطمه. بسمع بقى الناس يقول لك المهر كام والشبكه كام والبتاع ايه ومش عارف ايه. دي سيده نساء العالمين بنت سيدنا النبي فاطمه الزهراء. فقال له يا علي الا تذكر الدرع؟ الدرع يا استاذه بالبلد بتاعنا عارفه طبعا، عارفه غطا الحله بيبقى درع كده واقي في في الحرب بيقي به السيوف والكلام ده. وكان بيبقى ليه يعني ايه ليه قيمه. قال له يا رسول الله الدرع اللي انت اهدته لي اتاري الدرع ده كمان هديه من النبي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. قال له طب ما ايه رايك يا علي ما تروح تبيع الدرع وتجهز بيه نفسك وتدي بيه مهر عروستك. قال له انا موافق يا رسول الله. يعني الدرع اللي جهز بيه سيدنا علي ستنا فاطمه هو اصلا بتاع مين؟ بتاع حماه اللي هو مين؟ اللي هو ابوها اللي هو مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي راح باع الدرع وامهر السيده فاطمه مهر بسيط جدا. وجهاز ستنا فاطمه كان فيه نيش بكام؟ كان فيه صالون بكام؟ لا مفيش الكلام ده خلاص. الله يفتح عليك. ليه بقى؟ سيدنا علي قال لك دخلت على السيده فاطمه بوسادة حشوها ليف مخده وفرش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الفرس بالنهار ورحى وجره نشرب بها ماء. ادي الشوار بتاع ادي العفش بتاع ستنا فاطمه من اوله الى اخره، اطهر بيت في الوجود ستنا فاطمه رضي الله عنها. لا وكانت بنت النبي. وبنت مين بقى؟ يعني هو في كده يعني في نسب افخم ولا احسن في أرقى من كده؟ ده النبي نفسه كان بيقول له يا علي ان الله اعطاك اشياء لم يعطها لي. ربنا كرمك بحاجات ما اداليش انا. قال له ازاي يا رسول الله؟ ده انت النبي. قال له لقد زوجك بفاطمه ولا اجد انا مثل فاطمه لاتزوجها. وقد رزقك بالحسن والحسين وليس لي مثلهما. وقد رزقك بصهر مثلي. نسبت نبي فاين فكيف اناسب نبي انا؟ اتفضل. طيب اخد حسناء. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا حسناء اتفضلي. اهلا بيكي يا استاذه دعاء. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضلي. سؤال على حاجه؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. لو سمحتي يا فضيله الشيخ، انا متجوزه واحد متجوز ثلاثه، انا الثالثه. تمام. هو سايبني بقاله 40 يوم. ولا بيسال عليا وانا حامل دلوقتي في الشهر الثامن، ولا بيبعت لي اي حاجه ولا بيكلمني، وانا مش عارفه اعمل ايه، وانا بصونه في غيابه ومحافظه عليه ولا بنزل ولا بروح. انت متجوزه بقالك قد ايه وهو يعني معلن لكل الناس انه متجوز ثلاثه؟ تمام. متجوز ثلاثه. طيب ومتجوزه بقالك قد ايه؟ من رمضان اللي فات، كان اخر رمضان اللي فات. كان في خناقه بينكوا او حاجه؟ لا ما كانش في اي حاجه، بس احنا ما فيش اي حاجه خالص، بس انا حامل دلوقتي وهو ما بيسالش عني، يعني اعمل ايه؟
زهقان يعني مستني اما تخلفي وتفضيله مش مثلا؟ زهقان ولا حاجه. بتكلميه طيب؟ إيه لا هو مش بيكلمني. ايوه ليه؟ في حاجه؟ هو كان حاصل كده موقف. طيب كان ماما منزله بوست على الفيس عن اللي متجوز اتنين، فهو زعل بسبب ماما. بس هو يعني انا ماليش ذنب، انا ماما تنزل بوست انا ذنبي ايه؟ طيب فهو زعل ومش عاوز يكلمني ولا عاوز يجي، بقاله كده تقريبا 40 يوم ما بيسالش عني ولا ببعتش اي حاجه، وانا بصونه في غيابه وحافظاه يعني الحمد لله، وانا عارف ربنا كويس، فمش عارفه اعمل ايه. طيب انت كلمتيه؟ طيب انا كلمته في مرتين، قلت له تعالى ناكل مع بعض نتعشى، قال لي لا. طيب انت كويس؟ قال لي اه. طب مش تيجي؟ قال لي لا. طيب انت عندك كام سنه يا حسناء؟ انا عندي 27. وهو عنده كام سنه؟ هو عنده 39. صغير. كانت متجوزه قبل كده؟ لا. شكلها كنت بنوته ولا اتجوزتي قبل كده؟ لا كنت متجوزه قبل كده ومطلقه ومعايا بنت. طيب ماشي ماشي يا حسناء، شكرا ليك. وهو صغير برضه 39. الملفت للنظر استاذ دعاء ان هي عدى 40 يوم يعني ما قالتش بقاله شهر، يعني البنت دي بنت اصول بصراحه. يعني على ما سمعنا صح، احنا نسمع الطرفين زي ما احنا اتعلمنا. اذا جاءك احد الخصمين عينه مفقوقه فلا تحكم له حتى تسمع الاخر او ترى الاخر، فربما عيناه مفقوقتان. الامور الزوجيه والاسريه هو ده، دي قاعده فقهيه؟ لا دي قاعده اصوليه، يعني قاعده أصولية في العرف. كانوا يقولوا لنا زمان شيخنا لما كان جه يعلمنا يقول الموضوع الاسري او الازواج لابد ان اسمع من الزوج والزوجه وجها لوجه في حضور ناس. عشان هو ده بياخد الحق لنفسه طبعا، وهذا بياخذ الحق لنفسه. وانت عارف مشكله، عارف المشكله الاسريه في ايه يا استاذ دعاء؟ ان هم بيتكلموا عن بعض ولكن ما بيكلموش بعض. عارفه مجرد ما بتجيب الزوج والزوجه ويكلموا بعض والوجوه تتقابل خلاص الدنيا بتتلاشى بصراحه. فانا بنادي على الزوج ده بقول له اتقي الله سبحانه وتعالى. وبعدين ايه دخل والدتها فيها؟ والست كونها تتصل على الهوا وتقول انا عايزه جوزي، دي بنت اصول بصراحه، دي محترمه ودي باقي عليه، ولا انت مش معايا في صحيح؟ اه متجوز ثلاثه وعنده 39 سنه ما شاء الله ما شاء الله. يعدل بقى. ايوه هيروح وشقه مائل. اي نعم بالظبط. ينفع كده؟ صدقتي نعم. وحامل وسايبها؟ مش هو اللي راح اختار؟ امانه في رقبته. ايوه هو انت مش رحت جبت واحده ثالثه؟ اي نعم. مشارك الاثنين في الثالثه، قال يعني عندك وقت فاضي؟ ربما يكون راح للرابعه ولا حاجه. طيب اعمل بقى باللي انت عملته، يعني هو لازم هو اللي يعني هي مش عندها العيب حضرتك اهو بتقول، لكن لازم يعني ايه. بصي يعني يا استاذه انا دايما مش انا يعني ما بجيبش العيب على الست ابدا بصراحه. لان الست ده كائن ضعيف قوي، كائن رحيم قوي. يكرمك اه والله ابدا. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالايه؟ بالقوارير. ليه القوارير؟ عارفه القوارير اللي هم ايه؟ القوارير اللي هم الزجاج الشفاف قوي، الخفيف قوي، الجميل قوي، الرقيق قوي. فالست دي كائن رقيق، كائن شفاف. جميل. كائن خفيف ابدا. الرجل رجل والمراه امراه. لغايه دلوقتي ما عرفتش ليه سيدنا الجوز. علي كان عايز يتجوز، بس هنعرف بعد الفاصل. اه طيب. فاصل بقى. عودة لكم مشاهدين على الهواء مباشرة، والحديث مستمر عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها حبيبة أبيها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فضلت الشيخ احنا واقفين عند ان هي تزوجت من سيدنا علي بن أبي طالب، لكن انا مش عارفة ليه هو كان عايز يتجوز عليه. جميل قوي. طب نكمل، هي راحت بيت الزوجية ازاي؟ طيب ماشي. ممكن تسمعيني؟ قلت لي وشربوا بتاع، انا بس عايز اوصل للنقطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي خذ فاطمة ولا تحدث فيها شيئا حتى اتيك. كان النبي ما يطيقش فراقها يا استاذه. خدي بال حضرتك بقى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعلى زوجها بقى زوجها بعد ما خلاص كتبوا الكتاب وعلوا الجواب والعروس والعروسه دخلوا. احسن عليه سيدنا علي، احسن عليه ستنا فاطمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بماء ثم تمضمض في الماء ثم اخذ من الماء ورشه على وجه فاطمه وظهرها ورشه على علي وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وسيدنا النبي زي ما حضرتك تفضلتي كان لا يطيق فراق فاطمة. لما اتجوز سيدنا علي خدها بيته بقى الجديد ومشي بقى النبي مش طايق نفسه. عارف النبي عمل ايه؟ كان كل ما يروح يزورها الناس أشفقوا على النبي. النبي قال لهم طب أنا أعمل ايه؟ ما ينفعش أنام إلا لما أشوف بنتي. رسالة لكل أب ورسالة لكل أخ أبوه مات
وبقى مسؤول عن بناته واخواته بعد باباه. انت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن عن الناس الطيبين ملائكه الرحمه دول. عارفه عمل ايه سيدنا النبي؟ قال لهم يا جماعه انا يا اما اروح لها كل يوم يا اما تجيبوها جنبي هنا. طب جنب النبي الدنيا مقفوله مثلا زي كومباوند مقفول ما فيش حد كله متباع، يا رسول الله نجيب مين؟ فسيدنا مين اللي كان جنب النبي بقى حجره النبي؟ واحد اسمه سيدنا حارثه بن النعمان من بني النجار. فقال له يا رسول الله يعني إكراما لك أنا ملك لآل البيت أنا ومالي وأولادي، أنا هتبادل مع علي، أخذ أنا بيت علي وفاطمة وعلي وفاطمة يجوا إيه؟ يجوا جنبك. قال له نعم الرأي رأيك يا حارسة. وجي سيدنا حارسة تبرع ببيته إرضاء لرسول الله. كان النبي لا يدخل ولا يخرج من بيته إلا لما يشيل كان بينه وبين النبي ستارة. يا فاطمة إيه كيف الحال؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا سافر آخر حاجة قبل ما يسافر ستنا فاطمة، ولما يجي من السفر أول حاجة ستنا فاطمة. سيدة فاطمة ستنا عيشة تقول اتفضلي. طيب اتفضلي ستنا عيشة تقول ايه؟ لا خلاص اتفضلي. طيب اخد هدير. يا هدير هدير معانا؟ منى معانا؟ طيب حاولوا تكلمونا مرة تانية، معلش بقى عايزين نسمع القصة. ستنا عائشة كانت بتقول ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا دلا ولا مشية برسول الله من فاطمة. ستنا فاطمة كان وجهها كالقمر ليلة التمام. أشبه الناس بسيدنا النبي كانت فاطمة. بالبلد المصري بتاعنا كانت صورة طبق الأصل من أبوه، لدرجة أن لما سيدنا النبي توفي صلى الله عليه وسلم كانت ستنا عائشة تقول لها يا فاطمة اسقيني، يا فاطمة هتأكليني، يا فاطمة روحي. فالناس يعني قالوا لها أنت دوختي يعني فاطمة رايحة جاية؟ قالت لها أنا من عايز أكل ولا محتاج اشرب ولا حاجه خالص. قالت لها انا بتمزق كده وماشيه قدامي. قالت لها ليه؟ قالت لان مشيتها لا تخطئ مشيه حبيبي رسول الله. فبتفكرني بحبيبي صلى الله عليه وسلم. لكنها كانت اقرب الناس له بعد وفاته يعني. اي نعم يعني هي زعلت عيطت وبعدين فرحت. تصور ان ستنا فاطمه ماتت بسبب حزنها على ابيها. ايه راي حضرتك بقى؟ ايوه بس هو كمان بشرها. هو بشرها الرسول عليه الصلاه والسلام انها هتلحق به اسرع واحده هتلحق. نقول دي ولا نقول تزوج ليه بقى؟ لا قولي تزوج ليه بقى. تزوج ليه؟ سيدنا علي اولا لما يتزوج على فاطمه لم يرغب في الزواج. يا صباغ انت بتقول ايه الكلام ده؟ ده الروايه صحيحه ما في البخاري ومسلم وفي كتب السنه الصحيحه كلها. بس سيدنا علي ما كانش عايز يتجوز. ده اولاد ابو جهل هم اللي كان عايزين يجوزوه اختهم بعد موت ابي جهل، خد بال حضرتك. وكانت بنت ابو جهل اسلمت. فاولاد ابو جهل قالوا ايه؟ نصف الميه بقى والعلاقه بيننا وبين الرسول ونجوز بنتنا لمين؟ لعلي بن ابي طالب. فسيدنا علي قال لهم لا اتزوجه، عشان الروايات بس المغلوطه عند الناس بيقولوا علي تزوج، علي ما اتجوزش، ده هم اللي كانوا بيجروا ورا حد معاه فاطمه ويبص لغيرها. انا عايز افهم بس. ده لدرجه بيقول لك ستنا فاطمه يوم القيامه من شده جمالها اي حد يعدي ما فيش مشكله، تيجي فاطمه تعدي بقى ريحه الجنه كده يسمع الخلق نداء من قبل الله ايها الخلائق غضوا ابصاركم واغمضوا اعينكم فان فاطمه الزهراء ستمر الان. مش هنشوفها؟ لا هنشوفها بقى في الجنه. في الجنه بقى يا رب ان شاء الله معايا في الجنه. فلما اولاد ابو جهل عايزين يجوزوا سيدنا علي من اختهم فقال لهم لا ارضى حتى استاذن رسول الله. كده الكلام واضح يا استاذه؟ وانتوا تروحوا تستاذنوا لي من النبي. انا ما اقدرش ايه؟ ما اقدرش استاذن منه. فذهب اولاد ابي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نريد ان نزوج ابن اختنا لمين؟ لعلي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استشاط غضبا. عارفه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ايه؟ نعرف بعد ما تاخد ال ماشي اتفضلي. يا مريم. الو. اهلا يا مريم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. عايزه اعمل مداخله مع الشيخ. ايه الحكايه؟ حكايه التليفونات معلش. طيب قال ايه بقى؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بني ابي جهل يستاذنوني في زواج علي من اختهم. فانا خدي بالك بقى لا اذن لهم. ادي اللقطه رقم واحد. رقم اثنين الا اذا احب عليا هو ان يتزوجها فليطلق ابنتي. ادي اللقطه رقم اثنين. اذا علي ليه رغبه يتجوزها انا مش مانعه، بس بنتي لا يطلقها. اللقطه اللي جايه رقم ثلاثة. جه النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا لا احل، دي اللي تحل القصه بقى كلها. وانا لا احل حراما ولا احرم حلالا. ادي اللقطه رقم اربعه. رقم خمسه بقى غير ان ابنتي بنت حبيب الله وبنت ابي جهل بنت عدو الله
ولا تجتمع بنت حبيب الله فاطمة مع بنت عدو الله أبي جهل في عصمة رجل واحد وتحت سقف بيت واحد. اللقطة رقم 5 بقى، سيدنا النبي أشفق على علي قال له يا علي أما تعلم أن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، وإني أخاف على ابنتي الفتنة يا علي، أخاف أن تفتتن فاطمة في دينها، أنا خايفة اللي تتأثر في دينها، عندها غيرة حب لسيدنا علي. شفت بس عشان الناس اللي بيتحدثوا باسم الدين ويقول لك الست لازم تقبل الجواز التاني، وهي لو رفضت تبقى غير متدينة وغير مؤمنة وغير فيعني هم جابوا الكلام ده منين؟ الست لازم تقبل بالزواج بالزواج الثاني الاولى ولا الثانيه؟ عارفه مشكله الزواج الثاني يا استاذ التعدد ايه؟ ايوه يعني فكره انه هي اذا رفضت او اذا اتاذت نفسيا يقولك دي ست مش مؤمنه، لا من حقها من حقها كده. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال فان خفتم الا تعدلوا، ما قالش فان لم تعدلوا، يا سلام لو نفى القران عارفه فان خفتم الا تعدلوا، يعني انا خايف من حاجه في الطريق اروح لها ولا انا اغير الطريق، انا ما شفتهاش لسه. فربنا بيقول لك لو انت عندك بس واحد على مليون ان انت مش هتعدل ما ينفعش تجيب التاني، وما فيش واحد يعرف يعدل بصراحه. خلينا واضحين مع بعض. صح ولا كلام صحيح. ولا كلام غلط؟ اتفضل. طيب خليني اخد هدى. يا هدى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن بس اسال الشيخ حاجه؟ اتفضلي سؤالك. انا ست بشتغل بقالي، انا متجوزه ومعايا بنتين ولد، ايوه، وبشتغل طول عمري الحمد لله، وجوزي ارجوه على بابا اللهم، معايا بنت اتخرجت السنه دي تمريض شرطه، ايوه، بس كانت بتساعدني من اول ما دخلت من 5 سنين، يعني انا عايشه بربنا وبيها. فهل دلوقتي انا لو جبت شقه مثلا هل اكتبها بنتي اللي اتجوزت ومعاها حمزه دي اتخرجت من التمريض واتجوزت قبل ما تشتغل ولسه مش شغاله بقالها سنتين، انا ما خدتش منها ولا قرش، واللي شورها وساعدها اختها اللي في الشرطه وانا وباباها واخوها، فهو بيشتغل من الاعداديه. فهل انا لو جبت شقه دلوقتي، طبعا اللي انا فيها دي هكتبها لابني، هل انا لو جبت شقه هل تتكتب باسراء ولا تتكتب معاها هديه؟ انت هتشتري شقه، يعني انا عايز اسال سؤال، انت عندك شقه قاعدين فيها كلكم؟ قاعده فيها وهدي انا واسراء وحسين. وهتديها لابنك؟ هتكتبيها لابنك؟ لا سواء اللي عاجبها او سواء اللي انا قاعده فيها. يعني انت انت كده كده هتجيبي لابنك شقه عشان يتجوز فيها، صح؟ اعتب له، ممكن اسيب له اللي معايا اجيب له الجديده، يا تجيبي له الجديده، بس انت عايزه تدي العدل بتاع ربنا، تدي للبنت اللي هي 5 6 سنين دي ثابته وبتقبض كارت الديني. فانا عايزه اعرف طبعا هي مين اتجوزت، اتخرجت الكبيره الاول واتجوزت قبل ما تشتغل، اللي ساعدتني بجوازها وشورتها شوار زي الفل اختها الحمد لله برضك، يعني فانت عايزه تجيبي لاختها، عايزه تجيبي لها الشقه؟ لا يعني عايزه اجيب شقه، فبابا بيقول لي بابا ارجوها على بابا الله العدل، هي الشقه كملت حوالي 90 اخد بالك، قال لي العدل تكتبها ما بين الاثنين. انا ضميري بيعذبني، هل مثلا ممكن لو انا مت وما اتجوزتش الصغيره دي مثلا يحصل حاجه؟ الدنيا مش مضمونه، طيب عندها 21 سنه، ولا اكتبها باسمها ولا اكتبها بالاثنين؟ انا عايزه بس اسال الشيخ عشان ابقى راضيه. طيب ماشي يا مريم، شكرا جزيلا. يا هدى نجاوب ولا نجاوب؟ طب وضح لي بقى السؤال تاني لان في الاول ما كنتش سامع. عندها 3 عيال وعندها وبتشتغل، وفي منهم بنت بتشتغل في التمريض ومعرفش ايه وبتساعد، ربنا فتح عليها يعني، بتساعدهم وبتساعدها في جهاز اختها وكده، فهي بتقول لك حق ربنا، هي ساكنه في شقه تمليك وعايزه تشتري شقه تانية، في شقه منهم هتديها للولد يتجوز فيها، بقى واحده الشقه التانية بقى تقول لك حق ربنا اديها للبنت اللي بقى لها 5 6 سنين بتدفع لنا كل ما تقبض تدلنا، والراجل جوزها بيقول لها لا عدل ربنا تقسميها بين الاثنين البنتين التانيين. يعني هو الاول عايزين نقوله حاجتين، يا وارث مين يورثك؟ السؤال الثاني، حد يا استاذه دعاء يضمن مين هيموت قبل التاني؟ لا طبعا، انت حره في مالك الشخصي تعطيه لمن شئت من اولادك، بس النبي صلى الله عليه وسلم في وقعه سيدنا النعمان بن بشير قال اتقوا الله، مش ساووا بقى لان المساواه ديت مفهومه غلط، قال اتقوا الله وايه؟ واعدلوا بين قبل اولادكم. هو في فرق بين العدل وبين المساواه؟ ياه فرق شاسع. تصوري احيانا المساواه تبقى ظلم، صحيح، واحيانا يبقى من العدل ان انا افاضل سين عن صد، صحيح، نضرب صح. مثل سريع، صح، عارفه لو مثلا اولاد واقفين في البلكونه وفي فرح تحت،
جميل، وعندك ولد صغير 7-8 سنين ولد في اعدادي. فقال لك يا ماما عدلي بينا وهاتلنا كل واحد كرسي على نفس المقاس بالظبط، الاثنين هيقفوا على الكرسي، كده انت عدلتي، كده انت سويتي. انما الطويل هيشوف لكن القصير مش هيشوف، بس كده انت سويتي. العدل بقى ان انا اجيب للقصير ده كرسي اعلى. جميل جميل قوي. فدلوقتي البنت اللي هي انفقت ديت لها اجر عند ربنا كبير قوي. لو هي طلبت مقابل نفقتها ومقابل تعبها مفيش اي حرج، بما يرضي الله وايه، بما يرضي الله ورسوله. ان ما طلبتش يبقى ان اجريه الا على الله. فانت لو ميزت ديت بهبه، مش ميراث بقى، مش ميراث، بهبه او بهديه او بحاجه كده منك ليها مقابل ان هي انفقت او صرفت او جنبكم، مفيش مشكله خالص. هي ما اتجوزتش والتانية متجوزه وقاعده في بيت جوز، ما هو الزواج فعايزه يعني تأمن ايه، تأمن لها وتجيب لها شقه. تأمن ما اتجوزتش، تأمن دي. طب انا ادرى، انا اعلم الغيب منين؟ انا دلوقتي قاعدل بين الاولاد، يعني المريض ممكن اديله قبل اكتر من الصحيح. طب يعني الموضوع متروك برضو. ايوه بالظبط، متروك للتقدير الله يفتح على العادل بالزبط. لكل واحد وشايف الشرع قال حاجه واحده، اعدله. يعني فكره بالزبط. عشان بس الناس في لغط في فكره، وش معنى الولد تكتب له؟ يعني انا عايز اعرف يعني ليه تكتب للولد شقه؟ يعني علشان هو هيتجوز. طب هو يتجوز فيها ولما ربنا يريد يبقى تتقسم بشرع الله كله على بعضه. يا ناس بس هيخرجوه منها هو. يا ناس يا استاذه عملوا كده وبعد ما كبروا مولاتهم ودهم دار مسنين. انا شفت الكلام ده بعيني. طب انا ليه، انا ابني في ايدي ادور عليه ليه؟ طب ما كده كده انا مالي ومال حضرتك وكلنا. بس جرت العاده انه بيجيبوا للراجل شقه يقعد. طب ما هو يقعد فيها، ما قلتش لا، يقعد ويتجوز وزي الفل. يعني بس حق انتفاع وليس حق تمليك. لان انا مش ضامن بكره فيه ايه، ده مش سوء ظن، ولكن ده الطبيعي، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. بس لكن هي برضو متروكه ممكن بالظبط للتقديرات الدنيويه. يعني ما فيهاش مهم قوي، مع موافقه الاطراف. عشان ايه ما يحصلش ضرائب؟ انا هجيب لاختكوا شقه لان هي دفعت معانا ومش عارفه ايه، فاي يا ماما هي تستاهل. وده المفترض ان عشان ما تربيش فوارق طبعا هي بين الاولاد. اتفضل. محمد، الو يا محمد. طيب هدير اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، تفضلي سؤال. عليكم السلام، قولي بقى سؤالك. انا والدتي كانت شاريه بيت، من مامتها قبل ما تتوفى، فهي ما دفعتش كل المبلغ بتاعه، دفعت ثلث الفلوس وكان باقي ثلثين. فهي توفت وما خدتش باقي الفلوس، ويعني اخواتها قالوا لها بلاش تدي لها الفلوس كلها عشان هتتصرف منها على الفاضي، اكيد هتحتاجها بعدين وكده. لا ثواني، يعني والدتك كانت شاريه البيت من جدتك؟ ومامتك دفعت تلت الفلوس بس؟ ما دفعتش الباقي. وبعدين؟ فدلوقتي الجده توفت، البيت دلوقتي بقى توفت، والبيت اتكتب باسم والدتك خلاص؟ مكتوب، هما كانوا كاتبين عقد. طيب باقي الفلوس هي مش عايزه تدفع باقي الفلوس لاخواتها؟ هما مش موافقين على السعر القديم، مش موافقين ياخدوا فلوس على التكلفه القديمه. بقى لها كام سنه؟ كام سنه بقى؟ الموضوع ده حصل من كام سنه؟ ممكن 8 سنين او 9 سنين. 8 سنين. طيب والمفروض هما بيطلبوها بايه؟ هما دلوقتي بيطلبوها يردوا البيعه ويكسبوا البيت من اول وجديد، وان هي مثلا تاخد تلت الفلوس دي بالبيت بتاعها، تاخد منه التلت اذا اتباع. طيب شكرا لك. طيب يا هدير. جميل جدا. هو دلوقتي العقد شريطه المتعاقدين. والمؤمنون عند شروطه. صحيح. انا كتبت عقد بيني وبين الاستاذه دعاء وخلصنا. لو في جدوله يعني الديون مؤرخه. لو في تاريخ وانا تاخرت عن التاريخ بيبقى في حاجه اسمها شرط جزائي. يبقى العقد يسير. طب ما فيش في العقد، يبقى خلاص طالما ما فيش في العقد يبقى الست اللي اشترت توفيت، وتقريبا اللي باعت برضه توفيت، يبقى احنا نسير على هذا العقد ما لم يكن نراضي الناس اللي هم فلوسهم اتاخرت، اللي هم التلتين دول، بشيء يسير من عند انفسنا كده بالتراضي، عشان دلوقتي الجنيه بقت قيمته او قيمه البيت عليت. فهم دلوقتي اصحاب البيت طمعانين ان البيت هيجيب اضعاف مضاعفه، ودول طمعانين ان هم هيخسروا لو سابوا. صحيح. فلا بد من 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 اهل الخير يتدخلوا بين الطرفين. بس والحمد لله ان البيت مش على حد غريب، يعني ده من اهل الاهل، اخوات. فالطمع لما دخل في اللقطه إنما دي، انما لازم
يعني ينفذوا العقد. اه العقد يعني فكره الرجوع في البيعه لا, لا يجوز لا, لا يجوز. اصلا لا يجوز اصلا انما هي تحاول تعوضه الا اذا وقع ضرر لانه هي اتاخرت في الفلوس. الا اذا وقع ضرر على احد الطرفين من حقه يفسخ العقد برضه بشروط العقد. تمام. يعني العقد هو اللي هو الساري بالظبط. يعني ايه ضرر على احد الطرفين؟ يعني احد الطرفين مش عارف ياخد فلوسه او فلوسه اتاخرت وكان وكان في تعمد. الفلوس اتاخرت كان في تعمد في تاخير الفلوس مثلا. طيب كان في تعمد. هي فعلا الفلوس اتاخرت والناس مش قابلين بالسعر القديم. هم خد بال حضرتك الله يرحمها الاول المتوفاه وعايز اقول لها ده دين في رقبه والدتك. لازم اخواتك يخلصوا الموضوع ده بسرعه لان العقد باسمها وده دين. والدين ده مشكله بالنسبه للمات شديده جدا. طيب. فلازم هم يتفقوا على شيء ياخد يسيب لكن العقد ساري كما هو. طيب احنا بقى عايزين نخلص كده القصه بتاعت السيده فاطمة. هي يعني ايه فاطمه؟ شوفي ورد ان قيل انها سميت فاطمه لان الله فطمها وذريتها ومحبيها عن النار. فطمها عن النار. فطمها عارفة فطمت زي منعت زي بالظبط بنفطم العيال يعني نمنع عنهم. الله أيوة, ايوه حجبها عن النار. ايوه فطمها هي وذريتها ومحبيها عن النار. الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خدي بالك كفى بفاطمه شرفا يا استاذه ان سلاله ال البيت من فاطمه. يعني ما فيش ال البيت غير من سيدنا علي وستنا فاطمه. أيوة. لدرجه ان سيدنا علي اضطر في مره ليفتخر بمناقبه. اضطر كانوا الاول زمان بيعملوا كده مجالس ده يقول ابويا فلان وده يقول عم فلان فسيدنا علي ما فيش ما هوش عايز فقال لهم خلاص اقول بقى بالمره بقى. فقال سيدنا علي كلام رائع لسيدنا علي قال محمد النبي اخي وصهري اخويا في الرضاعه او ابن عمي وصهري يعني نسيبي محمد النبي اخي وصهري وحمزه سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكه ابن امي شهد الطيار وبنت المصطفى فاطمه سكني وزوجي منوط لحمها بدمي وعظمي وصبط احمد الحسن والحسين ولداي منها فايكم له سهم كسهمي. يعني اللي زي هنا مين؟ انا فزت بالسيده فاطمه. كان سيدنا علي من شده حبه لفاطمه والسيده دعاء لازم نقول ديت. يا جدعان اسمعوني يا ازواج بدل ما تغازل حد في الحرام غازل مراتك. بدل ما تقول كلام حب وغراميات في الحرام قوله في الحلال ولك به اجر لله. سيدنا علي كان يغازل السيده فاطمه غزل ما بعده غزل. ما هو اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. كانت ستنا فاطمه عارفه ان علي بيغار عليها. حتى كانت عارف كان بيغار عليها السيده دعاء بيغار من السواك. مجرد ستنا فاطمه ما تحط شك في بقايا شدها منه. يشد السواك ارميه ما تحطش السواك انا موجود المكان ده بتاعي انا مفيش حد يوصل هنا اعزكم الله لا حرج في الدنيا. فكانت ستنا فاطمه بتغازله برضه تدعبه تخليه جاي وتيجي ماسكه السواك تستاك تستاك. فسيدنا علي قال الله هتقعد تغيظني بقى فبدا يلعبها ويدعبها بموضوع السواك. وجي نظر للسواك كده وقال له ايه شوف المداعبه الجميله المحترمه قال له لقد فزت يا عود الاراك. السواك جاي من شجره اسمها الاراك يعني طبعا. فسمي عود الأراك. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز منها يا سواك سواك. فيش حد وصل هنا من بعدها غيرك أنت. لطيف جدا. وتصور أن سيدنا علي اتجوز بقى عشان بس نقول تزوج بعد فاطمة سبع نسوة أو ست نسوة منهم اللي طلقت ومنهم اللي توفيت بس لم يتزوج على فاطمة إلا بعد إيه ده أنا أعرف بعد وفاته. إن هو تزوج أرملة أبو بكر الصديق. خدي بالك من اللقطة الجميلة دي فكرتني بيها وابنها اسمه محمد. أي نعم وهو اللي رباه. تمام. خدي بالك بقى من الجمال ستنا فاطمة وهي يعني بتحتضر خلاص من كتر حزنها على والدها وسيدنا النبي بشرها إن هي أول أهل بيته لحوقا بها بعد وفاته. قامت ستنا فاطمة في اليوم الموعود الله على الجمال اغتسلت وتطيبت تتعطرت يعني ولبست أفضل الثياب وغسلت الحسن والحسين وجهزت البيت وخبزت الخبيز والعجين وظبطت الدنيا. سيدنا علي بيكلمها ما بتردش بيكلمها ما بتردش. قال لها مالك يا فاطمة؟ قالت قد آن الرحيل يا علي. قال لها وما يدريك يا فاطمة ده أنت لسه 29 سنة. قالت لقد رأيت أبي الليلة البارحة وقال لي يا فاطمة لقد طال العهد وازداد الشوق إليك فأنا منتظرك غدا إن شاء الله في الجنة. يا سبحانك يا رب. فيا علي أوصيك أخرج من بالبيت. نامت وجلس سيدنا علي عند رأسها. شوف الحنان شوف الجمال شوف المودة. جلس عند رأسها وقالت له يا علي وصيتي لك إن كنت قد قصرت في حقك فسامحني. الله. ويا علي
تزوج بعد موتي. فتحت له الباب اهي. وان اردت ان تتزوج يا علي، شوف الجمال بترتب له قبل بعد ما تموت. حبيبه قلبي ستنا فاطمه رضي الله عنها، بعشقها انا السيده فاطمه. تزوج امامه بنت اخت زينب. زينب اختها كانت جايبه واحده اسمها امامه. ايوه خدي بال حضرتك. قال لها اشمعنى امامه؟ قالت لانها ستكون صاحبه حنان وود على اولاد الحسن والحسين وستعاملهم مثلي. شوف النعي اهم ازاي. صحيح. واوصيك بالحسن والحسين فقد فجع في موت جدهما رسول الله وفي موت امهما فاطمه، فكن صاحب حنان عليهم يا علي. ويا علي، ويجي سيدنا علي رضي الله عنه يبكي ويقول لها يا فاطمه استحلفك بالله ألا تشتكيني إلى رسول الله إن كنت قد قصرت معك ونلتقي في الجنة. وستنا فاطمة تغتسل وتقول له غسلني أنت يا علي لا يتكشف علي أحد. وكانوا يشيلوا الستات يدفنوهم يا أستاذة هم بكفنهم زي الرجالة كده. قالت لا تكشفني ولا ينظرني أحد حتى وأنا في كفن ميتة. قال لها أعمل إيه؟ قالت تعالى بجريد، هات جريد ثم أعزكم الله اعملوا كده زي نصف قوس على النعش على الخشبة وضع عليه قماش. قال لها ليه؟ قالت حتى لا يراني أحد وأنا في كفني ولا ينزلني أحد في قبري إلا أنت يا علي. الله. شوف هي مدفونة فين؟ في البقيع رضي الله عنه. وقالت ادفني ليلا يا علي حتى لا ينظر أحد إلي. الله. بالليل يعني انتظر بالليل ولا تمتد يد أحد إلي إلا أنت. هي حضرتك قلت إن هي أديبة الأديبات، هل ليها كتب؟ ليها خطب ولها أشعار. ده كانت من العلماء. وماتت وهي عندها كم سنة؟ 29 سنة. صحيح. فرضي الله عنها. طيب اخد اخر اتصال معايا ام محمد. طيب يعني احنا وصلنا لنهاية الحلقة فضلت الشيخ. الحقيقة انا سعيدة انه النهاردة قدرنا يعني نحكي الحمد السيرة لله. الحمد لله. ولن نوفيها حقها. والله كلام بس كتير يعني فيها بصراحة. بس رائعة وجميلة ومثل يحتذى به. في بقى الرجال يقول لك ايه وفين الزوجة اللي زي فاطمة؟ اقول لك يا عم الحاج وفين الزوج اللي زي علي؟ يا من تريد كفاطمه. القرانات دي بصراحه محدش يخش فيها خالص. يا من تريد فاطمه كون علي. ويا من تريد عليا كوني فاطمه. لا خلاص يعني في ناس كده يعني مش هينفع نتقارن. بس هم الخير موجود يا استاذ، الخير موجود. لكن هم قدوه. هم قدوه واحنا لازم نقتدي يعني بالقدوه الحسنه. اذا مش دول اللي هنقتدي بيهم هنقتدي بمين؟ نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. في نهايه الحلقه انا برضو بجدد التعازي لاهالي الضحايا ولينا كلنا. الحقيقه انه المصاب اليم ويعني نتمنى انه المصابين ربنا يشفيهم يا رب. واحنا عايزين ندعي فضيله الشيخ في اخر الحلقه لموتانا اللهم ارحمهم جميعا. المصاب أليم والخطب جسيم، فشفى الله المصابين ورحم الله الضحايا وتقبلهم في الشهداء. ومن خرج يسعى على أكل عيشه ورزقه ثم مات فهو شهيد، فتقبلهم الله في الشهداء. أمين. فمن مات غريقا فهو شهيد، ومن مات حريقا في القطار فهو شهيد. ومن مات من الفزع فهو شهيد. صوري يا أستاذة. ومن مات بالنار في الحرق فهو شهيد. فجعلهم الله من الشهداء وصبر أهليهم وزويهم يا رب العالمين. وإني داعم فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تقبل الضحايا في الشهداء، اللهم اجعلهم عندك من الشهداء. اللهم ألهم أهلهم وزويهم يا رب الصبر والسلوان. اللهم إنا نسألك أن تشفي المصابين. اللهم تلطف عليهم بشفائك وعافيتك يا رب. اجبر خواطرنا يا رب، اجبر خواطرنا يا رب، اصلح أحوالنا يا رب، فك أسرنا يا رب، أحسن خلاصنا يا رب، استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا يا رب ولا تهنا، زدنا يا رب ولا تنقصنا، كلنا يا رب حيث كنا، إلى غيرك يا رب لا تحوجنا، من شرور خلقك يا رب سلمنا. يا رب فرج الكرب، يا رب فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واقض الدين يا رب عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. يا رب احفظ مصر، يا رب احفظ مصر. اللهم احفظها بحفظك واشملها برعايتك واجعلها في ضمانك وأمانك ورحمتك يا أرحم الراحمين، ببركة الصلاة على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. وبنيابة عن نفسي وبنيابة عن قناة النهار وكل العاملين فيها نتوجه بالأحر التعازي لكل يعني أهالي الضحايا ولكل المصريين في هذا المصاب الأليم. اللهم تغمدهم بواسع رحمته. بشكركم. بعد الفاصل فقرة طبية مسجلة. سلام عليكم. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. ما يصلحه الرجيم
تفسده الخروجات والعزومات والكافيهات، ها، وبالليل بقى ننزل نشرب حاجة كده بس مع أصحابنا، فنطلب مقانق بدبس الرمان ونطلب مشافية. أصل العيش السخن القابب ده بيبقى فظيع. أصل إيه؟ إزاي نقدر نسيطر على فكرة إنه أنا وأنا خارج عيني وبطني وريقي ما يجريش على الأكلات في الكافيهات وفي الأماكن وفي العزومات؟ دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبية بكلية الصيدلة ودبلومة التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية وعضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة، زي حضرتك. أهلا بيكي وأهلا بكل المشاهدين. خلينا النهاردة نطلق حملة كده لصيانة الجسم، إزاي نخلي جسمنا نعمل له صيانة. هنعمل له صيانة ولا نحافظ عليه من المدخلات الخارجية؟ هو خلاص يعني أكيد كل المشاهدين اللي بيشاهدونا ومتابعيننا بقالهم فترة، فهم المشاهدين اللي عندهم زيادة في الوزن. فإحنا عايزين نعمل لهم بقى صيانة. يعني أنت سبت جسمك فترة طويلة قوي لغاية لما وصل للوزن اللي أنت فيه دلوقتي. سبت جسمك من غير ما تكون حاطط عينك إن أنت ترعاه، إن أنت تحافظ عليه. وجسمنا زي أي حاجة في الدنيا، لو مش رعيناها وحافظنا عليها يبقى لازم بسرعه نفكر ازاي نعمل له صيانه. طيب هنعمل صيانه ازاي في حاله وجود عزومه مثلا؟ اوبن بوفيه فظيع قدامك من هنا لاخر البيت، مليان بقى من خيرات الله وبط وفخد وحاجات كده فظيعه، ازاي لو انت عندك اراده وانت في البيت وما عندكش في الثلاجه غير طبق السلطه اللي انت عامله وحته الفرخه المشويه ماشي، انما تنزل تلاقي خيرات الله وتعرف تتحكم ازاي في نفسك؟ طيب احنا عندنا نوعين، في نوع خلاص قرر ان هو ينزل في وزنه ومعزومه على العزومه. قبل العزومه حاول انت تاخد على طول الالياف الطبيعيه او الفايبرز عشان تملى المعده بتاعتك، بحيث ان انت حتى لما تبقى داخل على الاوبن بوفيه انت عندك احساس بالشبع. وفي الشخص الثاني اللي خلاص جسمه نزل، هو دلوقتي في مرحله الحفاظ، فتقدر في الحاله ديت ان احنا زي ما بنقول نظام، فكل كل حاجه نفسك فيها بس بنظام، ما تكترش. يعني ابدا الاول زي ما احنا كده، عارفه انت الفرنساويين اساتذه جدا في الموضوع ده، اللي هو يبدا البدايه بالسلطه وبعد كده الشوربه وبعد كده المين ديش يبتدي ياخد الطبق الرئيسي. البطء في الاكل بيخلي في الأكل والمراحل. ده حقيقي، ده حقيقي. لا احنا بنجيب الطبق نحط كله على بعض وطبق الشوربه في النص كده يعني فتلاقي كله في بعض. كله لا خلي حياتنا دايما طالما نوينا ان احنا نحافظ على جسمنا ونبص له صح بنظره، حتى انت عشان نفسك تبقى مبسوط وسعيد بالنتيجه اللي انت واصل لها. فدايما حط موضوع النظام في اكل. يعني انت بتقول نبتدي بحاجه في حاجه في حاجه، مش الطبق اللي عليه كل حاجه ده مع بعض ميكس. صحيح. بس هو الرز يتاكل من غير بسله مثلا، ولا البسله بتاكل من غير رز؟ الحاجات دي يعني لازم كده يبقوا مع بعض تحابيش. لو انت حاسس ان انت قراءتك ضعيفه وخلاص انت رايح عزومه وعارف ان هيبقى فيها اكلات شهيه قوي، على طول ابدا بالفايبرز الالياف الطبيعيه، خدها. هتعمل لك على طول زي كوتنج للمعده، بجدار المعده كله هيبتدي ان هو يتغلف، بلس المعده نفسها هتبقى مليانه. وخش العزومه زي ما انت عايز، مش هنقول لك لا. بس خلاص انت واخد نسبه الريسك او المخاطره ان انت تاكل وتبوظ نفسك وتبوظ جسمك في الاكله الشديده دي، بان انت واخد الالياف انها خلاص ماليه معدتك. طب هنشوف الالياف بتعمل ايه في المعده كده في نشوف. الفيديو اللي معانا يعني المشاهدين اللي متابعينا هنشوف الفايبرز لما هناخده عن طريق الفم. وبمناسبه الالياف الطبيعيه هي عباره عن فواكه وخضار، ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات، هي دخلت جوه المعده، ابتدت الحبيبات بتاعت الفايبرز بتكبر مع الميه، وجود الميه بتعمل لي زي جيل. جوه معدتنا في هرمونز اسمه السي سي كي، ده على طول اول ما المعده بتتملي بيبتدي يطلع اشارات للجهاز العصبي عشان يدي احساس للجسم كله ان هو شبع. طبعا الالياف الطبيعيه اللي احنا بناخدها الباودر ده في منه نوعين جوه الكيس، يعني الكيس الواحد نوعين، نوع بيدوب في الميه ونوع ما بيدوبش في الميه. طبعا النوع اللي هو بيدوب في الميه اولا بيخلي نسبه الجلوكوز اللي احنا بناخدها او السكريات الجسم ما يمتصهاش اصلا، فبالتالي هيساعده ان هو يقلل نسبه الجلوكوز اللي موجوده في الدم، ودي ميزه مهمه جدا لمرضى السكر او الناس كمان المعرضه ان يجي لهم السكر. وعلى فكره النهارده في علم الجينات او علم الوراثه ابتدى النهارده يقدر يقول لك ان انت بعد كام سنه لو ما حافظتيش على نفسك ممكن تصابي بامراض معينه. الحاجه الثانيه المهمه كمان الكوليسترول، يعني برضو الكوليسترول هيبتدي موجود الفايبرز او الالياف الطبيعيه هيخلي جسمنا من الاساس ما يمتصوش. يعني لو كان اكلنا فيه كوليسترول فبالتالي الجسم بتاعنا مش هيمتصه اصلا عن طريق السوليبل فايبرز. وطبعا النوع الثاني اللي هو الانسوليبل فايبرز بياخد بقى كل التريسز او بياخد كل الشوائب الموجوده في جسمنا، وبياخد كمان الدهون اللي اتكسرت ويطلعها بره الجسم. وجود الفايبرز هيرفع لنا
او كل ما ناخد فايبرز كتير كل ما ده هيساعد ان انا بقلل وزني، ده رقم واحد. بيساعد ان انا بقلل نسبه الجلوكوز اللي موجوده في الدم، بيساعد كمان رقم ثلاثة ان انا بقلل نسبه الكوليسترول اللي موجوده في الدم. جميل. طيب مين اللي ممنوع انه ياخد الفايبرز؟ مين الممنوع انه ياخد الفايبرز؟ هو لغايه دلوقتي كل الاحصائيات والدراسات على مستوى العالم ما لقتش اي اثار جانبيه من الفايبرز. بالعكس، لو هنبص على الهيئات العالميه الكبيره على مستوى العالم، وطبعا اهمهم منظمه الصحه العالميه WHO، هنبص على منظمه الغذاء والدواء الامريكيه FDA، هنبص على الجامعات الطبيه المعنيه، كلها بتوصي باستخدام الفايبرز من عند الاطفال حتى كبار السن. ودايما بيقول لك يعني حتى في الصين كل ما يعني من سن صغير لغايه المسن، لغايه مثلاً المسن يقدر ياخده. لان ما فيش اي ضرر اطلاقا من الياف طبيعيه، المصدر بتاعها او السورس بتاعها هو نبات الفواكه. حتى الصين نفسها يعني بيقول لك كل ما ناخد الياف طبيعيه اكتر كل ما كان معدل طول العمر بصوره صحيه يفضل احسن. جميل. طيب الكوليسترول، القلب، الضغط، السكر، كل دي امراض مرتبطه بالسمنه. صحيح. هل الالياف او الفايبرز او الحاجات دي يعني ليها علاقه مباشره بتنزيل الكوليسترول او بضبط السكر او كده ولا؟ طيب هو دايما الكوليسترول بنقول فيه نوعين، في نوع ضار بالجسم وفي نوع حميد او أوكي. كويس للجسم. اوكي. لو هناخد النوع اللي هو الضار اللي هو ال LDL او بنسميه عليه الكثافه بتاعته قليله، وجود الالياف الطبيعيه لما بناخدها في جسمنا، جسمنا مش هيمتص اول حاجه الكوليسترول اللي داخل. يعني لو انت في اكلك بقى فيه كوليسترول فهيخلي جسمك مش هيمتصه. اوكي. ليه مش هيمتصه؟ لان الالياف بتعمل زي ما قلنا تغليف للمعده. ايوه. فبالتالي مش هتدي فرصه للكوليسترول الضار ان الجسم يمتصه او يدخله في مجرى الدم. الحاجه الثانيه كمان الدهون اللي بتتكسر دي ما هي محمله بالكوليسترول الضار، وانا بكسرها لك وبطلعها لك بره الجسم. فبالتالي لو انت عندك زياده في الوزن ومرتبطه بالكوليسترول، او الهيستوري بتاع العيله عندك ممكن يكون حد هيصاب بكوليسترول، فتقدر تاخد الالياف هتنزل لك وزنك وفي نفس الوقت كمان هتقلل لك من معدل الكوليسترول في الدم. جميل. خلينا نشوف كده الالياف الناس ممكن تاخدها ازاي، بتحطها تقلبها في كوبايه، اشرح لنا الفيديو ده. الفيديو ده يعني احنا حاولنا ان احنا نبقى بطريقه مبسطه قوي، جبنا كوبايتين ميه، ميه عاديه جدا، وحطينا في كوبايه اللي هتبقى على ايدينا، لو احنا الشاشه بتبقى في المواجهه لينا هتبقى على ايدينا الشمال، حطينا طبقه زيت ودي هنمثلها انها تبقى الدهون اللي في جسمنا، وحطينا فوقيها الكيس بتاع الالياف الطبيعيه. والكوبايه الثانيه اللي هتبقى على ايدينا اليمين فيها الميه، وضفنا عليها مباشره الالياف الطبيعيه. وطريقه تحضيرها سهله جدا، يعني ميه وكيس الباودر بتاع الالياف الطبيعيه هنقلبهم لمده دقيقه او دقيقتين، هيحصل عمليه التجانس ما بين الفايبرز وما بين الميه، وهتدينا الشكل اللي هو بتاع الجل زي ما احنا شايفينه على الشاشه. وبرضو عنينا على الكوبايه الثانيه اللي فيها ميه وفيها زيت وفيها فايبرز فيها الياف طبيعيه عشان نشوف ايه اللي هيحصل جوه جسمنا، نتيجتها هتبقى ايه. احنا بنقلب لمده دقيقه او دقيقتين، وبعد كده لما هنيجي حتى نقلب الكوبايه هنلاقيها ما بتنزلش، وده حصل خلاص عمليه التجانس ما بين الالياف وما بين الميه. الاثنين بنشبههم دايما زي مغناطيس سالب وموجب، الاثنين بيتحدوا مع بعض ما بيسيبوش بعض. فهنبتدي ناكلها بالمعلقه قبل وجبه الغداء بتاعتنا، قبل وجبه العشاء بتاعتنا هناخد الالياف الطبيعيه هتملى لنا المعده بتاعتنا. فحسيت بالشبع. برضو عنينا على الكوبايه اللي على ايدينا الشمال عشان برضو نبقى شايفين الدهون هيحصل فيها ايه. زي ما احنا شايفين كده ابتدت الفايبرز مسكت في الدهون وهتبتدي تنزل واحده واحده لقاع الكوبايه. ده معناه الاخراج، يعني ده معناه الاخراج، تاخد الدهون وتخرج بره الجسم خالص. ده حقيقي. شوف الكتله كلها نزلت، هي الفايبرز مع الدهون كلها نزلت لاسفل الكوبايه، وده اللي بيحصل. طيب يعني هي كده ليها فايدتين، بتنفش في المعده وتاخد الدهون المترسبه في المعده ولا في الجسم؟ بتاخد الايه؟ الدهون اللي في المعده ولا في الجسم؟ الاثنين. انا كده كده طالما انا في دهون ببتدي ان انا اكسرها، لان الجسم عباره عن اشارات. اوكي. جوه الجسم في سيجنال. فبيبتدي محتاج ان هو الدهون اللي موجوده في الجسم بيطلع منها طاقه. والفايبرز زيرو كالوريز ما فيهاش اي نوع من انواع الطاقه. فهياخدوا الطاقه بتاعته منين؟ فيبتدي ان هو يكسر الدهون. كمان الدهون. وفي حاجه زيرو كالوريز؟ طبعا الفايبرز. زيرو؟ زيرو.
ايه يعني هوا؟ هوا بلاسيبو زي الميه بالظبط. الميه ما فيهاش كالوريز، بس دي يعني فواكه مجففه وحاجات كده يعني اكيد فيها. هي معموله بطريقه النانو فايبرز. ولما اتعملت بطريقه النانو فايبرز الكالوريز بتاعتها لما بيقيسوا الطاقه اللي بياخدها الجسم زيرو. لان في جهاز بيقيس الطاقه، اي حاجه احنا عشان نعرف الطاقه بتاعتها او اي اكل او حتى اي حاجه بنشتريها من السوبر ماركت بتلاقي مكتوب عليها القيمه الغذائيه بتاعتها. تمام. فدي الناس بيعرفوها ازاي؟ العلماء بيعرفوها ازاي؟ بيبتدي في حاجه اسمها جهاز لقياس الطاقه. تمام. لما بنيجي نقيس الطاقه اللي موجوده في الفايبرز بنلاقيها زيرو كالوريز، مفيش اي نوع من انواع الكالوريز. لكن فيها ايه بقى؟ فيها فيتامينات، ودي مهمه جدا للناس اللي بيعملوا دايت لانه بيحتاج فيتامينات. فهياخدها من الالياف الطبيعيه. محتاج املاح طبيعيه. دي موجوده في الفايبرز، هيقدر ان هو ياخدها. طيب انا معايا اتصال من اميره. الو. اهلا يا اميره، ازيك؟ اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذه دعاء؟ عامله ايه؟ بيكي الحمد لله. احكي لي كده انت ايه تجربتك مع الالياف؟ والله انا سمعت الاعلان يعني فقلت اما اجرب. انا كنت 81 كيلو فجربته يعني لمده شهر، بعدها لقيت نفسي نزلت لحديت 85 كيلو 75 وكده، وبعدين بطلت شويه وزني ما رجعش تاني. فطلبته بقى كمان مره فاديني فيه بقى الاسبوع. يعني انت نزلتي 5 كيلو في شهر؟ 6 كيلو. 6 كيلو في شهر؟ من 81. من 81 ل 75. طيب اكلك اتغير ولا كنت بتاكلي ايه؟ لا ما كنت باكل الاكل العادي يعني، ما عملتش نظام دايت ولا اي حاجه. هو كده انا كانت مشكلتي ان انا بحب الاكل متاخر يعني، كنت طول النهار بره في الشغل وكده وبرجع يعني اكل بقى يعني. المشكله دي اتوقفت يعني، ما عدتش بطلب اساسا الاكل بالليل، هو يا دوبك اجي يا دوبك الغدا وخلاص بقى. ومش بحب بقى، عايزه الشهيه مش اللي هي بقى اللي طول الوقت عايزه اكل وكده وتتالي. بتاخدي الفايبرز بالليل؟ كنت باخده قبل الفطار وقبل الغدا، بس ما كنتش بقى بتعشى يعني. هو من قبل الغدا وتاكلي وجبه الغدا وبعد كده خلاص ما تتعشيش؟ لا خلاص بقى ما كنتش يعني عادي. لا انا ما كنتش ببقى جعانه يعني، فاهماني؟ بقى خلاص. لكن اقلل يعني، هو الاكل من نفسه انا بقيت يعني بقى قليل يعني. طيب قولي لي عايزه تخسي كام كيلو يا امير؟ نعم؟ عايزه تخسي كام كيلو؟ لا انا عايزه اخس كمان يعني، انا قلت لما لقيت الدنيا حلوه كده فقلت لا انا هخلص بقى لحديت ما نوصل لوزننا المثالي يعني ان شاء الله. عايزه توصلي لكام؟ انا عايزه اوصل لحد 60 ان شاء الله. 60؟ طيب يعني لو بمعدل 5 كيلو في الشهر يعني 3 4 شهور وتوصلي ان شاء الله. ان شاء الله بامان ان شاء الله. اللي مفرحني منه ان هو يعني ان الوزن يعني ما يعني بطلت فتره وبعدين ما رجعتش تاني. لانك يعني كنت مالية يعني، يمكن المعده ما صغرتش ولا ايه؟ يعني هي مالت المعده. ايوه لا انا ما يعني مش باكل زي الاول، انا باكل كاني كنت باخده يعني، فاهماني؟ يعني لما بطلته بقيت اكل زي ما كنت باكل زي ما كنت باخده. طيب جميل، شكرا لك يا اميره، وان شاء الله تخسي وتوصلي للوزن اللي انت نفسك فيه. استاذ محمد. الو. ايوه اهلا يا استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، ازيك يا استاذه دعاء؟ الحمد لله. قول لي انت خدت الالياف؟ خدت الالياف لمده شهر. وتقريبا نزلت 7 كيلو. 7 كيلو؟ حضرتك وزنك كان كام؟ كان 100. 100 كيلو. انا بقول 5 كيلو للالياف و2 كيلو للرياضه. بدات تلعب رياضه؟ لا بقيت العب رياضه. طيب حلو، يعني من اول ما بدات تاخد الالياف وبدات تعمل رجيم مشيت معاها الرياضه كمان. مشيت معاها الرياضه وهي فتحت نفسي بصراحه للرياضه. طب حلو قوي، ما هو كله بيشجع. الجسم خف فابتديت المشي ازود يوم عن يوم لغايه ما وصلت لمعدل كويس في المشي. بتمشي قد ايه في اليوم؟ بصراحه قبل كده. بتمشي قد ايه في اليوم؟ بمشي حوالي ساعه الا ربع. حلو قوي. بتمشي كام يوم بقى في الاسبوع؟ يعني نقول حوالي 5 ايام في الاسبوع. طب والله ده هايل هايل. كمل بقى، كمل ما تزهقش. هي بصراحه يعني فتحت نفسي للمشي والاكسرسايز، والاكسرسايز نفسه بيرفع المود بتاع الواحد يعني. يعني هي ليها سو ميني بينفيتس يعني. وحضرتك ما كنتش عملت رجيمات قبل كده؟ هي
يعني من نقول مثلا من 15 20 ساعه والله. فلما يعني طلبت الالياف اتشجعت، بقت تشبعك ولا ايه؟ الالياف طبعا مدتني احساس بالشبع، وبالتالي الكميات الاكل اللي كنت باكلها الاول قلت، عادت زي الاول. دي حاجه. الحاجة الثانية اللي نفس الدكتور خالد يعني برضو يقول لي، هي ما بتقفلش شهية 100%. يعني كنت عاوزها يعني تقفل خالص بلوك اكتر شوية من كده. ماشي، هنسأل فيها استاذ خالد. معنا اتصال تاني، سميرة. ايوه اتفضلي. ازيك يا استاذ سميرة؟ اهلا بيك يا استاذ سميرة، اتفضلي. لا انا اخدت المنتج فعلا اللي هي 25 يوم يعني، لكن جايب معايا مفعول حلو قوي. انا ما توزنتش ولا حاجه، بس انا حاسه بنفسي ان انا يعني نشيطه وخفيفه، لان انا ست كبيره في السن، عندي 68 سنه، ما بقدرش اتحرك في الشقه كتير وحركتي بطيئه، لكن جايب معايا نتيجه رغم ان انا قاعده يعني شبه محله كتير. طب كويس. انت حسيتي انك هبطتي، بطنك نزلت، دراعاتك نزلت يعني حسيتي؟ انا وزني كان 94 كيلو، من يعني من 95 ل 94، حاسه ان انا نزلت. لسه ما وزنتيش نفسك؟ لا، لان انا عندي ميزان قرصه بس بينكر، فعشان بتحرك كتير انا مش عارفه توزني نفسك مظبوط. ايوه، بس اهم حاجه الاحساس الداخلي، هو الاحساس الاحساس الداخلي اهم حاجه. الواحد بيحس لا 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 لا، انا حاسه غير الاول يعني نشيطه، بقوم خفيفه عن الاول. طب كويس قوي. ومع ان يعني الاول انا ما انا من النوع اللي مش اكل قوي، لا بس ما كنتش استحمل الجوع. دلوقتي انا باخده ما فيش جوع خالص، واخده الصبح بعد قبل الفطار وقبل الغداء. طب كويس قوي، كويس قوي. كملي بقى، كملي بقى. 68 سنة لسه صغيرة على فكرة، كملي بقى. 10 كيلو كده يرجعوك 40 على طول. الله يخليك، واشكريني للدكتور خالد. حاضر، شكرا يا دكتور خالد. شكرا ليك يا مدام سميرة. أنا هسألك سؤال لأستاذ محمد، بيقول لك هو ما بيقفلش خالص ليه؟ أنتوا سايبين لهم حتة ياكلوا بيها. هو أكيد أكيل يعني. لا هو طبيعي إنه مش هيقفل يعني خالص، وإلا الدنيا تبقى سودة قوي من غير أكل. يعني الأكل برضه متعة ونعمة من نعم ربنا. ده حقيقي، ده حقيقي. بس هي الفكرة كلها في الفايبرز، إنها يعني كل ما بنشرب عليها مية كل ما بتكبر، فهتاخد حجم المعدة. ممكن هو حاجة من الاتنين، يا إما هو أكيل قوي فمعدته أوريدي كبيرة قوي، أو الحاجة التانية ممكن يكون هو ما بيشربش مية كتير معاها، فبالتالي ما بتاخدش الحجم بتاع امتلاء المعده بشكل كامل. غير كده وكده يعني، حتى لو انت مثلا انا قفلت لك المعده بتاعتك بنسبه 80 او 90%، فدي بالنسبه لي انا برضو سكسس ستوري في الحالتين دول. طبعا هي قصه نجاح. وانت نزلت المعدل بتاعك في الشهر اللي هو نزلت حوالي 6 كيلو. ده المعدل العالمي الستاندرد. فدي برضو قصه نجاح ثانيه. 6 كيلو في الشهر ده كويس. ده كويس جدا. ده حقيقي. طبعا واحد نفسه بيتفتح. يعني دايما نقول علشان تبقى الدنيا حلوه لازم كمان صحتنا تكون حلوه. فانا النهارده لما بنزل من وزني انا بتشجع على حاجات كتيره جدا ما بقدرش اعملها. هو تشجع للرياضه. فعلا يعني حاجه زي الرياضه، انا بتشجع، انا بفتح نفسك على مره تانية ان انت تمارس حياتك بشكل طبيعي. لانه كمان ما فيش دواء كيميائي او في حاجه تنغص عليه عيشته او تضايقه او تعمل له صداع او تقلل من همته يعني. يعني هو بياكل كل حاجه كمان. فدي بتساعده ان هو يقدر يعني يمارس نشاطه الطبيعي. ميزه طبعا في الفايبرز انها حاجه ناتشرال، طبيعيه جدا، ما فيهاش اي ذره كيماويات نهائيا. فبالتالي انت بتاخدها بامان تام. تمام. حتى لو انت معاك امراض مصاحبه بتاخد ادويه تقدر تاخدها، ما فيش اي علاقه ما بين الفايبرز او بالادويه اللي انت بتاخدها. طيب، حتى كان بيسال انه عنده تليف او حاجه في الكبد يعني. فهل ممكن تساعده ولا تاثر او كده؟ هتاثر بالايجاب. يعني هتساعدك ان انت صحتك تكون احسن. هتساعدك ان انت تنزل في وزنك. هتساعدك ان انت ترجع مره تانية تباشر حياتك بشكل طبيعي، اذا كنت بتشتغل او سواء كنت زمان كنت رياضي وبطلت تمارس رياضه نتيجه حالتك الصحيه. هتساعدك مره تانية ان انت تباشر حياتك بشكل افضل. دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله وعضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه، انا بشكر حضرتك، منورني دايما. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.